ولكن بإذن الله حينما تتطور كربلاء، لأن كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي لأن فيها الحسين. وإن شاء الله تمنياتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعجلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات. وزائري الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في العاشر من المحرم وفي الأربعين، وإنما في كل جمعة بل في كل يوم، لأنه قبلة والقبلة نتجه إليها في كل يوم 5 مرات. وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارك وتعالى أن نتجه إليها.